بوز بوز جبتو، واخا جبتو كيبقى انسان ولا كشخص راه ما عنديش معاه مشكل، بالعكس عزيز عليا، كيبان ليا انسان ظريف. بالنسبه للمورفين جبتو، انا بغيت نجبدو لحقاش بيكا عليا بزاف تقريبا من 2016 هو تيجبد سميتي. جيب لي بيكا هذا في حوضك. حتى كنقول الراب المغربي صافي نعس وكتعاود تعلم من جديد، هاد 2024 كتفكرنا في 2017 والبيك تاعها، وفي حلقة تراكليت كنوعدك غيتعرف كاع شنو واقع في الراب المغربي، من جديد ديزيدروس والرأي الجمهور ديالو اللي كان مخالف، إلى مافيا ديدن كانون اللي مشاو حتى للدرب ديال بيبي جانج، وكذلك شوفوا الأرقام اللي زارت سبوتيفاي اللي كانت غير متوقعة، ومنها شوفوا سنيبات روابا هي معليك غير تفرج من الأول حتى الأخر باش تفهم كلشي، وأنا كنضمن ليك المتعة والفرجة والاستفادة، ونمشيو لأول فقرة عندنا اللي هي تراكات. تراكات هاد الحلقة هي هادي، أول ارتيست نبداو به هو ميستر كريزي. هاد البيك باش تري ليا لي كاسيت ولا سيت المايك، راه ماشي باش نعاق، نعاود ليك تقود ليك غبر الرايط. تيتر بعنوان عثمان كله ايغو تريب، هضر فيه على بزاف البلانات في الكارير ديالو، ولكن يا كريزي كنتي نهار كتبغي تحط موسيقى مارت المكانة كيتزاقل وكلشي كان كيهضر عليك، ولكن الان خاصك تبدل لونشوراج ديالك باش تجيب لانسبيراسيون جديدة، وميم طون تكون عندك باسيون بالموسيقى ماشي غير تبقى تلوح وصافي. وتاني تراك معانا هو ضمان فيوتشينغ بين اللون وفارس. الى بغيتي المفيد خلي الخدمة لوكيلة، ضربك شي عوينة، الى عندك مشكل حلو كاين وسط دماغ ماشي كاين وسط الكينة. مرسو غالبا على البساطة في ليريكس والستيل تاعو ماشي معقد، ولكن اكثر حاجة عجبتني هنا هي الدخلة تاع اللون اللي شبعانا فيلين. وديدن كانون كي وحدنا تراك اتينا دوه واحد شوف صديق الموت مولودية فوق البولو لي بيبوط ديك الكيا ترافيكو في لي باتيمو حرامية. ديس تراك هو كلاش البيبي جانك، وعقلوا معايا مزيان على هذه اللقطه حيت مهمه بزاف فاش غادي نمشيو لفقره بلانات غادي نهضروا عليها اكثر. بالنسبه لعنوان التراك جابوا من فيلم اتينا اللي هو فيلم ناضي، والبطل ديالو هو ممثل جزائري سميتو كريم. كتدور احداث هذا الفيلم عن الشرطه تسببت في وفاه طفل صغير، والطفل كان هو الاخ ديال كريم، وملي كريم ساق الاخبار ناض روينه بالكارت تاع كريم والبوليس. الي جراندي توتو كيحط لينا ميكس تيب ستال جود نغم الكازا البيضاء. كانت ميكستيب متنوعة بين الراب والبوب والام بي وبزاف الانواع الموسيقية اخرى، حاول يجمع بين مجموعة من الستيل باش يفيزي بزاف للبيبليك. وفي كوشين كحتنا تراك مايطا خاسرة ترات البارلا فيك هافيكو صافي فقدنا فيك لامان وليتي تجينا بحال شي برلماني ندير نفس الموال. تتروت شامل في الطوندوس اللي كان ديجا دار ليه برومو من قبل ورصدقات ليه المورسو غادي مزيان لحد الان، في 7 ايام فقط ضرب اكثر من 400,000 مشاهدة. وحارق كيجينا بتراك فيوشين غرامون بعنوان فينومين. كلفنا تراك اللي تيتلقينا نصنا في تراك عند البزناس كان بليسي قلبو لبارد كي شهر 12 بريس قاعد بريس مي كل عام كنقولهم. احساس بالموسيقى وتركيب اسطر في كوبلي الاولى كان رائع، ما عرفش علاش حاري ديما كيجيب الكوبلي الناضيه كيحطها في ستوري او ريل على شكل برومو وكيعرفها راه ناضيه. وبالله خويا انت عارف هادشي كله، خرجنا شي تراك فيه شي 60 مينيت نسمعوا ليه في 2025، ومن الاخر بروجي حاري واعر. هو ديجا قالها كل شهر كاين تراك، ويوسف كارون ساك كزعينا بمورسو بيريمي بغات طير طول بكيه منايا غير على قدي الافكار غاليه سقط ديالي بغا فيدا صون ميزيريه. وفيوتشرينغ مع إيل ماكس بستيل شركو بي اتشي فوست اختار عنوان جديد في الموسيقى، ولكن كان الثمن غالي. لحد الان المورسو هو وحده في الطوندوس، ويوسف نخاف عليك تعاود تطيح نفس الغلط اللي هو تبقى تضرب دي فيوتشرينغ بزاف وتنسى راسك. وعصام صاحب الراب البلدي كحتنا تراك بولين ساليت ميسيكا كاك يعرفوني كون بلاما طربينا غنشوف عشراني كين كون. صراحة مورسو ما عجبنيش بزاف، ولكن ضروري خاص ندوز لكم كاع التراكات اللي تحطوا باش تعرفوا الجديد تاع الراب المغربي الدراري. وكاليك حطنا تراك بيدي درت عبيدي وهذاك تناديلي ما كاينش لي صوفي الحال انا من غير كاجيبي. موضوع المورسو هو نهار وقع ديك الكارثه في المغرب اللي كان بزاف الناس متفقين يدخلوا السبت على ما اعتقد 15/10 في الشهر اللي داز. كاليل ربح بابليستي فابور وحقا هو يستاهلها، كانت من عند نيف اكل بحال هكا كتحس بان ستار عايش نورمال بدون بروتوكول. وديت دروس كجاينا بتراك صادم موصله من ناحيه الانيماسيون الفيديو كليب كان رائع واكثر من رائع، اما من الناحيه الموسيقيه ما كانش داكشي في المستوى كما توقع البيبليك. دخلت لي كومونتير الفيديو غتلقى بزاف الانتقادات، ولكن ديزيدروس راه ديجا قالها نحط كلشي كيتخربق
وبصح التراك طالع هو الرابع في الطوندوس من بعد ساعتين من الاستار ديالو، والان هو الاول. الى مشينا للكومونتير ديال التراك غتلقاو انتقادات كبيره بان الناس ما عجبهاش التراك، ولكن طالع هو الاول في الطوندوس غتفهم تسطى. ما عرفتش علاش الحاجه ما عجبانش وكتطلع هي الاول في الطوندوس. الحاجه ما عجبك خاصك ما تفرجش فيهاش، خاصك انها ما تطلعش. ملي كتطلع على الريت ديالها هادشي كيدير بان راك عاجبك، ولكن كتلقى الكومونتيرات خايبين ولي لايكيني. انا من ناحيه الانيماسيو كان رائع، نقدر نقول عليه فيديو ماشي تراك، لانه ديزي دروس هنا ما راباش في كما كنا متوقعين، لانه نحن عارفين النيفو تاع عمر كيدير. الا بغى يرابي راه كيحط ستيلو تاع بصح، وزي عنده ستيلو راه تبقى متشوخه في الراب المغربي. الدراري بغيت الراي ديالكم في لي كومونتير، تقولوا لي شكون الطاك اللي عجبكم في هاد لا ليست اللي دوزنا دابا. والان مشاو دوزنا بارتي الفيديو اللي هي بلانات، بقاو معنا راه كاين بزاف ما يتقال. اول بلان عندنا ودي البيبي جانك وديدين كانون، لان هاد البيف بيناتهم من نهار ضرب ديك كونفرساسيون. عشيري بلا ضرب بزاف جي ميلانو صفت لي بوزيسيون دير لايف وبين ليا بلا ضرب بزاف. عشيري قلت سجل ميلانو ويلا بين ليا اخويا بلا ضرب بزاف. بين ليا جي نسو مولاها وجي نسو المافيا ديال ميلانو بين ليا، ولكن شوف ما تجيش بوحدك، تجمعك يا صاحب اخويا ثق فيا غنحقرك غنحقرك انت كبير غنحقرك. بيوت تلاقاو في وجده في المروك قول لي ميلانو ميلانو ميلانو، خلا حشوني يماك ميلانو تقول جد فيها شبي ربك شبيك خو بلادك المغرب. قالت لها في المغرب قلت لها في المغرب انا في المغرب بلادي انا شاب المغرب يا حبيبي وخوتي ابارسال ديالي ما تفهمش معاه ما تفهمش معاه. فين تلاقى في وجده يا زميلانو انت لما انت في بلادك وماكش طلع منه عباك واش نسمع هنا تما سكون تماك بالاكا والبلاك وهنا بالروس بومبو والكوزات انا جاي مش طاليك يزوق بالكلاش وكذا ما يجي يقدر يدير حاجه. تما كاع هنا الزبوجاك شابين تروحوا له تطيح على ربنا لي بابلو اسكوبا لي كولومبوس نحكمك بالاخر انت انجليزيك بكوبوغ ينقش تزوج بك شفا بلا عليك لا تعرف تزيد زيريك اش داير. من بعد هاد المحادثه اللي خرجت للبيبليك كلشي ولا عارف باللي بيبي جانك وديدين كانوا في بيف، وخرجوا من بعد بزاف ستوريات عن تلاقاو في ميلانو. مؤخرا خرج ديدين كليب بعنوان اتينا دو اللي بان فيه الدرابو تاع واحد المافيا اللي قلت لكم عقلوا عليه من قبل فاش دوز كليب ديالو فقط ديال التراكات. وديك الشبكه خرجت فيديو كيقول بانهم مشاو حتى للدرب ديال بيبي جانك في ميلانو كيقلبوا عليه. دونك كارتي صافي ودي لا ودي لا. النصيحه اللي عطيتي لي هنايا اطونسيو من المغاربه تاع ايطاليا راه ما كيضحكوش. وثاني بلان معنا هو شهر يناير يحط فيه حليوه الجديد، وكذلك المورفين والديب على ما يبدو كاين شي حاجه جايه في الطريق. من بعد ما خرجوا لنا بهذا ستوري حليوه مازال باغي شي بيف يحرك به سميتو، وهذا هو اللي كيبين عليه في ستوريات انه كيتوقع على ديزي دروس. وبوسكو حط لنا تراك اللي سماه فيه كلشي المدى باغي كفي زهري يفقه بلادي راني بوفري. من بعد التراك اللي قصر بوز غير على كوبلي وحده وخلى الثاني البيبليك تاعو باش يقصرو فوق البرود ديالها. وانا على ما كيبان ليا بوز حتى هو باغي يفرخ في الراب المغربي بحال حليوه والبيك والمورفين. ومن القدام غادي نوليو نسمعو بوز ووليداتو والمورفين يصنع باب اتالي في المغرب. نقدر نقول على المورفين دار اشهار البيبسي ان ديريكت. وهذا الباب اللي كاين في ميدلتش غيبقى متورخ في الراب المغربي، اي واحد كيمشي لميدلتش كيبغي يتصور معه. والسبعه شنو غيحط الجديد نهار 7 في هذا الشهر اللي كيقول بانه غادي يخلق الجدل، وبصح راه خلق الجدل. حط ديستراك اللي كلاشا فيه بزاف تروابا بحال طوطو المونس المورفين بوز. وديستراك غندير ليه ريفيو اللي غتلقاو ريفيو ديالو من بعد الفيديو ان شاء الله. هو ما حطوش نهار 7 مي حطو نهار 6. وفاروق هو نائب الياس المالكي في بطولات كينغز ليغ. رسميا غتكون القرعه ديال الجروبات ديال المونديال ديال كينغز ليغ باتفاق الياس خوه عائلته مروان
كينغز ليغ اختاروني انا اللي نمثل المنتخب المغربي ونوب عليه في ستريم ديال اليوم اللي غيدار في القناه الرسميه ديال الياس. هذا القرار جا بعد ما المنتخب ديال المغربي بقى بدون ممثل وكان خاص ضروري شي حد ينوب على الياس باش نبقاو في المنافسه وما نتقساوش ولا شي منتخب اخر ما ياخذش لنا بلاصتنا. هي حاجه زوينه نستمروا في هذه البطوله رغم بطل تاعها مشدود ونتمنوا نفوزوا بها. راه الرايه المغربيه تما وبوز كيحشى المركز الثالث في قائمه بيلبورد وانجاز غير مسبوق وسبوتيفاي كتخرج لنا لا ليست تاع اكثر فنان استماعا في المغرب هذا العام. رقم 10 دي ويكاند، رقم 9 ديستينك، اما رقم 8 جول، رقم 7 انكوني، 6 دراغانوف، 5 الفرده، اما رقم 4 هو المورفين، والمركز الثالث مراد، والمركز الثاني ستورمي، اما المركز الاول هو لي جراند توت، حاجه اللي كانت متوقعه. اما المراكز الاخرى شي حاجه اللي ما كانتش متوقعه فيهم ان غيكونوا هما اكثر استماعا في المغرب. اما في امريكا لي رابر يخلقوا الحدث من بعد ما قام بحفل تاعو فوق الاريكا بسبب الوزن تاعو اللي بالغ 226 كيلوغرام. هذا هو اكبر دليل بان الفلوس ماشي هي كلشي. اكثر شيء مهم هي الصحه العقليه والجسديه اللي خاصنا نحمد الله عليها. والان نمشيو لفقره سنيبات. من الناس اللي موعدين البيبليك تاعهم بالجديد هو حليوه في هذا السنيب. وكذلك الشو أبز بيغي فوتا سمعتهم كيرابي ولا الضو كتقول كاطين تسينا لقا شاولاش كتغني توحاش ما شاو دافو أوكي كان حط لي قلبي فامني موسيقى ركي باب. وأيضا عبدو لا رجال تفردي نوي مو طالتي وصف بلوي باش تفهم عالضحي نوي فاشي غوزي في البشر نخوي لا رجال تفردي نوي. وما نساوش كليمان دول حتوى كي بروموتي البروجي الجاي تاعو. قد غيب وحدي في لاسيتة غلاسيون طوكسي كومبليكة ويسكي ساك دافون ساك الميزة ألو جيب شي جرام ميزان مشات لا فورس مون كور بريزة زاري علاش تلمون سيزة كان دول في لاسيتة مازال ترافيك جوان مازال فيتة كان خلاص دلوبي جي مال دي ما نقول شبيبة توبي. وما نساوش نقولوا على اللون باغي حتى هو بروموت التراك ديالو لي ما خاوي قلبي بهاش يتجوش عنده عيد الفيس سيلان عندك خاري باش غينفعك بيستون الى صحيح كسيري طيح فراني تعيش روا بطابو كتر من ليش عمر دجاجة طير واخا تردى واخا تربي الريش باغي تسوق فيراري وعقلك باقي صغير كن ايديس انت يا كتجي ومجيني انا يا ما كتجينيش ما عندك شكيلك باش غنفعك انا ما بيديش ونا علاقة دير نيز عقني غنولي فيتيش. وايضا سموليكس كله فيلم قطع بكالي غادي بين سيف الهيفن من جهة فيكم قادرة توقف تاكل تراب معهم تنعرف ديال الحل قايز كلامي كيسمو اخوتي فراس الدرب قاز ما عالمي فين انا كاين وما وصاحب العود فيوري لحتى هو موعد الجمهور ديالو بالجديد. بطل فيلم عشا كل سينما فرصة ومينما شو دابا الكلمة عشا فيلم انا سيري كي اتمنى كعب دوالي ما مرنش كسي سينا حنش قليل ركبت السينما. الاسطورة تاع الغبرة فاش ميزو تشيرنوبيل بيجاما اكس بي اي جي وفات كيف يختاري في لافريك وستوموبيل قال لي المال اكلي من اللي تبعت تراك البيز ما ندير سبور سدير اودي عاوتاني الهواج بوزيسيون دوغي عاوتاني لي كفر تابين اوغي لا طاح شي حد فاش كيخرج من سويسرا كحتفلو بيه اش مرضى بوبي كنمشي نجيبو واخا يكون في نيروبي كنخلصو لي بياج دير مع لايروبي اللي هو كيقول بانه غتكون شي حاجه جايه في الطريق. الى هنا غتكون سالات فقط سنيبات. اشنو بروجي كتسناو الدراري؟ الى وصلت حتى لاخر الفيديو ما تنساش معاك تكتب لي في لي كومونتير ديسمبر بحال هكا باش عارفك انت متابع سبيسيال وراني كنجاوب على لي كومونتير. وشكرا لاي واحد كيتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر وكيعجبو داكشي اللي كندير. واي واحد يكون النقد ديالو بناء راه كيفرحني بانه كيفرجوا فيا الناس بعقلهم وماشي دراري صغار كيعرفوا غير عايروا وصافي. وتهلاو ليا فراتكم ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. يما غادي مريسكي موسيقى اللي فاقة جايبة بوكو راس لارس لارس كل ليلة متاستي زادلة كوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو